طيب سؤال تاني يا شيخ بعد إذنك. فضل. بين المسيح وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل يوجد أنبياء أو رسل؟ لا، ولا هذا ولا ذاك. ولا هذا ولا ذاك، لأن النبي قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وأيضا فإن الله قال قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على فتور، ما فيش أي نبي بين، لذلك سموناهم أهل الفترة. نعم.